في هذا الفيديو عزيزتي سوف نتعرف على بعض النصائح والإرشادات التي يمكنك اتباعها في الشهر الأول من الحمل حفاظا على صحتك وصحة جنينك. النصيحة الأولى وهي تجنب التوتر والضغط العصبي. أكدت بعض الدراسات أن التوتر أثناء الحمل يسبب في مضاعفات خطيرة للجنين، حيث يمكن أن تسبب هرمونات التوتر تقلصات الولادة المبكرة أو ولادة طفل عصبي. النصيحة الثانية وهي تناول أطعمة صحية. يجب عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين والخضر والفواكه الطازجة والحليب، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون والأطعمة الحارة والمنبهات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية. النصيحة الثالثة وهي تناول فيتامينات الحمل. يعد تناول المكملات وحمض الفوليك للمرأة الحامل منذ الشهر الأول أمراً مهماً، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص نظراً لقدرتها الكبيرة على تحسين نمو الجنين وحمايته من الإصابة بالعيوب الخلقية. النصيحة الرابعة وهي المتابعة المستمرة مع الطبيب. من المهم عزيزتي متابعة حالتك الصحية مع الطبيب والاطمئنان على الجنين واستشارته في حالة شعورك بأي ألم أو انزعاج. النصيحة الخامسة وهي النوم لفترة كافية. فبالإضافة إلى النصائح السابقة، يجب عليك خلال حملك أخذ قسط كاف من النوم ليلاً مع أخذ قيلولة صغيرة في النهار لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة. إلى اللقاء.